أصدقائي ربما كتشوفوا شنو كنشوف. هذا هنا في النهاية ديال ميناء ديال الصيد البحري، هاد النافورة من الماء اللي كتشوفوا، أنا أول مرة كنشوف هاد العجب، ماء ملوث بواحد الشكل كبير كيتخوى في الميديتراني هنايا، و إذا مشينا مور الميناء ديال الصيد البحري كاين ستاسيون ديال تريتمون دي زو يوزي، ما فهمتش أنا لأن كان يقال أن داك الما ديالها كيتلاح في وسط البحر بعد أن تريتمون كبير، يعني تقريبا كتكون واحد النسبة ديال الجودة في ديك المياه، يعني ما بقاتش شي ملوتة بواحد الشكل كبير، يعني راه كتطريطا، في حين أنني كنشوف دابا هاد العجب هذا اللي كيتخوى هنايا. لمن يهمه الأمر، أنا سانسيرمون هاد من هنا حتى المرقلة دايما كنبه أن السباحة فيها اللي بغى يأدي راسو اللي يأدي ولادو يجيبهم لهنايا، حتى مرقلة السباحة فيها وراها كان تقرير حول الشواطئ اللي هي مسموح بالسباحة فيها، تم استثناء هاد المرقلة، وواحد المجموعة أخرى ما فهمتش أنا، كاين واحد الفرغونة ديال الشرطة هنا كيكلاكسوني عليا زعما ما تصورش، ما عرفتش شي. علاش زعما كتغطي على راه ولا المغاربة اللي غادي يعوموا هنايا. المهم توت فاسون الرسالة رسلتها، ما كاين لاش ندخل معاك في صراع، انت كدير الواجب وانا كندير الواجب. يلا تحياتي من الشيخ زميل.